السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد في لوبتيك جيومتريك. غادي نشرحو إن شاء الله بريزم. إذا غادي نشوفو هاد بريزم، غادي نشوفو لي تخوا أكس لي مهمين عندنا، هو ديفينيسيون، ثم غادي نشوفو لي كريتير لي فورميتر كاركتيريستيك دو بريزم لي هما كاتر، بيان سيغ هادوك غادي تكونو عارفينهم. فين كيوقع المشكل هو لي كونديسيون ديميرجونس اي اوسي لي مينيموم دو ديفياسيون. بون هاد الفيديو غنحاول ان شاء الله نشرحو، بيان سيغ اللين ديال الشابيتر غادي تلقاوه اسفل الفيديو. ما تنساوش ان الفيديو كيكمل الكل، البي دي اف بوحدو بلا الفيديو ما كيسوى والو، والفيديو بوحدو بالبي دي اف كيسوى، ولكن مزيان يكون عندكم بي دي اف تاعو باش تلخصو مزيان. إذا الآن on commence. شنو هو البريزم؟ بريزم تو سامبلومون ان بريزم اي تان ميليو ترونسبارون ليميتي باغ دو ديوبتر نون باغالي، سيتاتيغ هو واحد الكا اكسيبسيونيل ضد ديال فاس باغالي. حنا عارفين ان لام افاس باغالي تو سامبلومون اون دو ديوبتر باغالي لي هما معمرهم كيتقاطعو، تو سامبلومون في البريزم كنعتبرو عندنا دو ديوبتر ولكن كيتقاطعو، صافي كيتقاطعو. هنا بيان سيغ كيكون عندي لانديس مثلا ان، بوي هنا لانديس ان، وهنا لانديس ان، دونك لو ميليو غالبا لانديس كيكون لانديس ديال لو فيغ كنعتبرو ان، ولانديس لي كاين برا ديال البريزم هو ان. بون غادي نشرحو شوية بشوية باش نفهمو كلشي اشنو كيوقع. غنعتبرو تو سامبلومون واحد الغيون لي كيمشي باش يدوز، مثلا نعتبرو هذا هو واحد الغيون جاي لينا من برا ديال البريزم وبغا يدخل، سي بيان. بون ملي كيبغي طبعا يخترق هاد الزجاج، حنا عندنا هنايا تو سامبلومون موان ريفخارجون فيغ لو بلي ريفخارجون، سيتادير عندنا هنا لانديس صغير وغادي لواحد لانديس كبير. اش قلتلكم؟ قلتلكم ها بالعقل، وقت ما انا غادي لانديس كبير، وقت ما شنو؟ وقت ما الزاويه كتصغر باش يكون ليكيليبر ديال ان سينيس اي تيغال ان بريم سينيس اي بريم. بون اذا انا عندي لو غايون بيان سور كنرسم لا نورمال، ها لا نورمال ديالي، اذا تو سامبلومون سي سا لا نورمال. هاد لا نورمال ضروري كنرسمها في لي ديوبتر باش نشوف لونغل دانسيدونس لونغل دو ريفراكسيون، حيت هي كنعرف لونغل دانسيدونس شحال. مثلا هنا غادي تكون عندي هنا لونغل اي، إذا ما بين هنا وهنا لونغل إي، إذا بويسك أنايا عندي لوغايون غادي يخترق ليا الزجاج، إذا تو سامبلومون غادي يكون عندي واحد لونغل دو ريفخاكسيون، ولكن حيت هاد لانديس كبر من هاد لانديس، أكيد غادي يكون عندي واحد لونغل دو ريفخاكسيون صغر من إي، سيتادير غادي بلاصة ما نمشي ديريكت غنقربو شوية مثلا ندير بحال هكا. إذا علاش؟ باش تكون عندي واحد الزاوية هنا نسميها اخ، صاي اذا هنا الزاويه اخ مزيان. اذا تو سامبلومون ايسي اشنو وقع ليا هنا؟ طرا ليا انحراف، بيان سور ما من فاش كيكون من موان ريفخارجون حتى لبلو ريفخارجون توجور ليا ريفراكسيون، ما يمكنش تكون عندي ريفليكسيون. مي هنا دابا عندي لانديس طالع وهنا لانديس هابط، يقدر يطرا ريفليكسيون يقدر يطرا ريفراكسيون، بيان سور اون كونسيدير ايسي هنا هطرا ريفراكسيون. اذا شنو غيوقع؟ خصني نرسم عاوتاني في هاد البلاصه هادي واحد لا نورم، اذا غادي نرسم واحد لا نورم هنا مزيان. لاحظوا اذا فوالا لا نورم، اذا بيان سور هاد الزاويه اللي هادي تكون عندي هنايا دابا هادي تكون مختلفة على هاد الزاوية، ما يكونش بحال بحال، حيت هادي هادي دابا ماشي لا مافاس باراليل ماشي حاجة، يعني تو سامبلومون تكون عندي واحد الزاوية هنا لي نسميها إيغ بخيم، صحيح. إذا هنا عندي بلو ريفخانجون فيغ لو موان ريفخانجون، بيان سيغ أنا خارج لواحد العالم فيه لانديس قليل، ملي كتكون لانديس قليل الزاوية كتكون طالعة. إذا فهاد الحالة إذا هاد الشعاع يعني طبعا هنا ما هيمشيش ديريكت، ولكن هينحرف شويه عاوتاني بهذا الشكل، وهيكون ليا واحد الزاويه غنسميها مثلا اي بريم،
اي بريم اللي هي هذه وكتكون شويه وافيه على اغ بريم حيت خرجت لواحد لانديس صغير مزيان. لونغل فواحد لونغل ديال بريزم كنسميو ا معروف هو ديما كيسميو ليا ا كنعتبرو هو هنا. بون هنايا تو سامبلومون حددت رسمت جا اشنو كيوقع في البريزم في الحاله العامه. اذا نقدر نعاون بشي نقاط مثلا نسمي هاد البلاصه نسميها مثلا نسميها غروند اي نسمي هنا مثلا غروند جي هاد البلاصه نسمي هنا مثلا نسميه مثلا غروند ان نقدروا نخدموا بهادو في شي حاجات مهمه. ثم كاينه واحد لونغ مهمه بزاف غادي نشوفوها كتسمى لونغ دو ديفياسيون. اذا هاد لونغ دو ديفياسيون تو سامبلومون الى درت انا التمديد ديال هنا اذا مع هاد لوغايون غنمسح هذا اللي وافي. اذا مع هاد لوغايون اللي خارج ليا هنا غادي ندير التمديد. اذا هاد لونغ الكبيره ما بين هنا وهنا اذا هادي كلها كنسميها هي لونغ دو ديفياسيون كي بحال الا كنشوف يعني هنايا شوفوا الغايون في الاول كيفاش كدا وكيفاش خرج يعني بيت الزاويه بحال الا قلت زعما درت الازاح لهنا باش نعرف الزاويه بشحال الحرفات ليا الشعاع من الاول حتى الاخر. هادي هي لونغ دي بون هنا كاين كاتر غولاسيون تري امبورطون غنسمي هاد التقاطع ما بين هنا وهنا نعطيه شي حرف نعطيه مثلا غروند كي صافي. اذا هنا كاينين كاتر بوان غنخدمو بيهم كاينه هاد الراس ديال البريزم سميه اي اي كا وهنا نسميه غروند جي. اذا غادي نديرهم بلو نوار باش ما نتخربقوش وهاد الزوايا نديروهم بلو بلو باش يكون كلشي واضح مابقاوش نخربقو. اذا هنا نسميه اي بريم وهنا نسميه لونغل دي مزيان. اذا نبداو بالعلاقه الاولى. العلاقه الاولى معروفه هي الواد ديكارت عندنا ان سينيس اي ات ايغال ان ان سينيس ديال اي طبعا هنا ان ايغال ان بون غادي نقولو واحد سينيس اي ايغال كوا ايغال ان سينيس اغ اذا ايغال ان سينيس اغ بيان سيغ واحد يمكن ليا نحيدها وهاني شرحت هنايا العلاقه الاولى او فورمي كاركتيريستيك دو بريمير دو بريزم باردون بريمير. غنشوفو دوزيام فورمي عندنا ان سينيس اغ بريم ايتيغال سينيس اي بريم. اذا ان سينيس اغ بريم ايتيغال سينيس اي بريم باينه باسكو سينيس اي بريم فوا ان باسكو صافي راه باين ما غاديش نكتبو. اذا كندير ان سينيس اغ بريم ايتيغال سينيس ان سينيس اغ بريم ايتيغال سينيس اي بريم. دابا غادي نشوفو علاقات اخرى مزيان. غادي نبداو هو الاول بهاد التريونغل شوفوا معايا مزيان. غادي ناخذ التريونغل اللي كاين عندي هنايا ام اي جي تبعوا معايا. اذا التريونغل ام اي جي اذا بغيت نشوف شي علاقات بغيت نعرف انايا كاين شي علاقات كتربط ليا مثلا هاد الزوايا ا هاد الزاويه ار وهاد الزاويه ار مزيان. اذا بيان سور حنا اشنو غادي ناخذو ا اللي هي الزاويه زائد هاد الزاويه هادي شوفوا معايا مزيان حنا عارفين ان من هنا حتى لهنا بي سير 2 حيت لا نورمال. اذا هنا شنو غادي يكون بي سير 2 موان ار حيت من هنا حتى لهنا بي سير 2 غنقصو منها ار. اذا زائد بي سير 2 موان ار بليس هاد الزاويه هادي اللي كاينه من هنا حتى لهنا غادي تكون كوا غادي تكون بي سير 2 موان ار بريم غادي تكون بي سير 2 موان ار بريم باينه من هنا حتى لهنا 90 درجه مقسومنا ار بريم. اذا فوالا بي سير 2 موان ار بريم هادكي باش ما ديرونجينيش غنحطها هنا واضح. اذا كلشي هادشي اش كيساوي لي ليا بي اللي هو مجموع زوايا المثلث. اذا بي سير 2 هي بي موان ار بريم ايتيغال بي. اذا اون كندير سامبليفيكاسيون بي كتعطيني ا ايتيغال ار بليس ار بريم. اذا وهذه هي الزاويه ندير ا انا باسكو ا كنرمزو ليها غالبا بلا اكسون سيركونفليكس كيما مولفين في الكود. اذا ا كتساوي ار زائد ار بريم. اذا باختصار ان رقص البريزم كيس
كيساوي ليا مجموع هاد الزاويتين الزاويه ار زائد الزاويه ار بريم. اذا فوالا ا ايكوال ار بلس ار بريم. واضحنا؟ جيسبر كو زافي بيان كومبري وفهمتوا التريونغول. كنتمنى الشكل يكون واضح. كثرت الحروف اكيد يقدر يدوخوكم شي شويه، ولكن باين هادشي تو سامبلومون غولاسيون جيومتريك، داكشي ديال الكوليج ماشي حتى ديال ليسي. بلس ار دو مون ار بلس ار دو مون ار بريم بلس ا توتال. وثم ديت هادي وني لقيت الفورميل اللي كتحلني. نجيو دابا الفورميل اللي ليها علاقه بالزاويه لونغول دو ديفياسيون. اذا هاد لونغول دو ديفياسيون تو سامبلومون باش تبان ليا خصني نمسح شويه هنايا نحيد داكشي القديم باش تقدروا يبان ليا الضو مزيان. اذا لاحظوا معايا ان هاد الزاويه، هاد الزاويه دي اللي كاينه هنا، اذا هنا طبعا ها النقطه اي ها النقطه جي، وهاد البلاصه هادي هي النقطه كي غنخدموا بهاد المثلث اي جي كا. هاني غادي ندير لي كاع التخديش باش يبان لكم. فوالا، اذا غنخدموا بالمثلث اي جي كا. شتو راه لونتو؟ اذا اي جي كا. اذا هاد لونغل دي شتو لونغل دو ديفياسيون؟ كيفاش كنلقى لونغل دو ديفياسيون باش ما تلفوش في نهار لي بروف؟ تو سامبلومون كنديرو التمديد ديال الغايون الاولاني مع التمديد ديال الغايون الاخير، وبيناتهم كتكون لونغل دو ديفياسيون. هاد لونغل اللي كاينه هنا واخا كتب عليه كبيره هي هادي نيت، راه هي هادي، راه هي هادي. بحال الا شديتي زاويه دابا بلاص ما تسمي دي هنا جيت حتى لافان ودرت هكا، هاد الزاويه راه هي هاد الزاويات. اذا الا جيت انا نطبق عاوتاني لا ميم شوز اش غادي نقول؟ غادي نقول هاد الزاويه الا كانت دي، اذا هاد الزاويه اللي داخل المثلث اش غادي تكون؟ غادي تكون بي ناقص دي. فوالا بي ناقص دي صافي. اذا ها الزاويه الاولى بات، اذا هاد البلاصه هادي في المثلث لاحظوا غنشد المثلث نكبرو هنا. فوالا ها كي ها اي ها جي ها اي ها جي. اذا بويسك عندي هنايا دي هي هادي، هاد الزاويه هادي غادي تكون بي ناقص دي، بي ناقص دي غتكون شي هنا 180. دابا بقات لي هاد الزاويه هادي شحال اللي هي هادي؟ حنا عارفين ان هاد الزاويتان متقابلتان بالراس هنا اي، ومن هنا حتى لهنا هادي تكون اي. اذا الا كانت من هنا حتى لهنا اي، هاد الشويه من هنا حتى لهنا شحال غادي يكون؟ غادي يكون اي موان ار. راه باينه باينه، محتاجاش محتاج تمر، باينه واضحه. اذا عندك هنا اي، عندك هنا اي، دونك هاد الشويه غادي يكون اي موان ار. اذا اش غادي نكتب؟ غادي نكتب زائد هاد الزاويه زائد اي موان ار. لا ميم شوز ايسي، عندي هنا اي بريم وعندي هنا اي بريم، اذا هاد الشويه غادي يكون اي بريم موان ار بريم. غادي تكون زائد اي بريم موان ار بريم، كلشي هادشي كيساوي ليا بي. واضح هادشي كلو اللي درتو كيساوي ليا بي. اذا تو سامبلومون جو بو سامبليفي بي، غادي تخرج ليا، اذا غادي تخرج ليا هنايا غادي يخرج ليا موان دي بليس اي بليس اي بريم. نقدر نعمل هنا بموان دو موان، غادي تعطيني موان اونتخ بارونتيز ار بليس ار بريم ايكال زيرو. الى ديت دي لهاد الجهه غادي تخرج ليا دي ايكال اي بليس اي بريم موان ا، حيت ار بليس ار بريم قلنا ا. وهاني لقيت لا فورميل الاخيره ديال دي، دي دي ايكال اي بليس اي بريم موان ا. يعني ان هاد لونغول دو ديفياسيون تو سامبلومون ايكال لاسوم ديال اي بليس اي بريم موان لونغول ا لي كتكون عندي هنا. اذا تو سامبلومون هادو هما لي فورميل كاركتيريستيك دو بريزم. بارفوا كيقولوا ليك تو سامبلومون دوني لي كاتر فورميل سون ديمونستراسيون، اذا تو سامبلومون ما عنديش تمحل هنايا، غادي تحضري لي كاتر فورميل سون اوكين ديمونستراسيون، يعني كتكون حافظهم. مي لا بيبور دو طون خصك تكون فاهم منين كيجيو. بارفوا كيعطيو في تمارين حالات خاصه يقدر يعطيك بريزم تريونغل ريكتونغل ولا شي حاجه، انت الا ما فهمتيش كيفاش حصلنا على هاد الربعه ديما غادي تلقى مشاكل في البريزم اللي كيعقد كلشي لي زيتيديون. اذا هنايا كنظن انني وصلت الفكره مزيان وانكم تبعتوا معايا. هنايا غادي نشرحوا هنايا لي كونديسيون ديميرجونس، تبعونا.